وللحديث أكثر عن العلاقات المصرية الأردنية معنا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني كيف تنظر إلى زيارة العاهل الأردني إلى القاهرة في من جهة توقيتها وأهمية هذا التوقيت؟ هو بالطبع لازم نعرف في البداية أن العلاقات المصرية الأردنية هي علاقات يحتذى بها في ضمن العلاقات الدبلوماسية بين الدول بعضها ببعض. مصر والأردن لديهم توافق وتطابق في وجهات النظر فيما يخص القضايا المنطقة وقضايا الدولية أيضا بشكل كبير جدا. هناك أيضا استثمارات كبيرة بين مصر والأردن، حجم التبادل التجاري وصل إلى 915 مليون دولار. هناك أيضا تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والأردن. وعلى الجانب السياسي فهناك أيضا تطابق في وجهة النظر من جهة القضية الفلسطينية، أن مصر والأردن بتولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية، ودائما وأبدا يكون هناك تبادل للرؤى وتوضيح للمفاهيم حول القضية الفلسطينية والعمل على حل القضية الفلسطينية بشكل كبير. هناك أيضا تعاون أو آلية لتعاون ثلاثي بين مصر والأردن والعراق. كل ده بالطبع هناك أزمات عديدة في منطقة الشرق الأوسط. مصر والأردن متسعيان بشكل كبير لحل هذه الأزمات، مثل الأزمة الليبية، الأزمة في سوريا، الأزمة في العراق أيضا، وعمليات التهدئة، الوضع في اليمن، الوضع في السودان، كلها موضوعات مهمة جدا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية. ولهذا السبب هناك تنسيق دائم ومستمر من خلال تبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ملك الأردن، وهو ده اللي بنشوفه خلال الفترة الأخيرة وتبادل الزيارات المستمر. وكان في لقاء أيضا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن في افتتاح كأس العالم. لكن في الوقت الحالي طبعا هناك يجب ان يكون هناك تنسيق واضح ومهم. استاذ جميل، يعني لهذا السبب نجد ان هذه الزياره من بين هذه الملفات الهامه في اطار طبعا التنسيق المستمر بين الدولتين. طيب، من بين هذه الملفات الهامه ربما يبرز ملف عمليه السلام والتغير الحاصل في الحكومه الاسرائيليه. ما هي، كيف تنظر إلى التنسيق المصري الأردني فيما يتعلق بهذا الملف؟ هو زي ما بقول لحضرتك أن أهم الملفات اللي فيها تنسيق كامل بين مصر والأردن هي القضية الفلسطينية. أن مصر والأردن لديهم ثوابت حقيقية أن هناك، أن القدس الشرقية عاصمة لدولة إسرائيل، حل الدولتين، يجب أن يكون هناك حل واضح لكل الأزمات المترتبة من الجانب الإسرائيلي. التنسيق ده مستمر وواضح ولا يوجد فيه أي مناقشات. لهذا السبب مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة هناك تنسيق طبعا بالطبع بين مصر والأردن لطرح وجهة النظر الحقيقية القوية للقضية الفلسطينية من مصر والأردن. وإحنا عارفين أن مصر خلال الفترة الأخيرة تدخلت بشكل كبير جدا وحلت العديد من الأزمات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من خلال القصف على غزة. وأيضا في إشادات دولية كبيرة بالدور المصري اللي بتلعبه لحل القضية الفلسطينية، وكان آخرها إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة شرم الشيخ، قمة المناخ في شرم الشيخ. إذن مصر أصبحت هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وهي بتطرح الرؤى وبتسعى بشكل كبير جدا لحل الأزمة الفلسطينية، وهو ما يظهر بالتأكيد في التنسيق المصري الأردني. نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام جريدة الأهرام، مشكورة جزيل الشكر.